بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله بفضله العميم أن يتقبل من الجميع الطاعات والعبادات والزيارات، وأن يكون سيدنا ومولانا بقية الله المهدي الموعود صلوات الله عليه وعجل في فرجه الشريف، يرعى الجميع برعايته، وأن يكون مولانا الإمام الرضا صلوات الله عليه وأخته كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام شفعاء للجميع في حوائج الدنيا والآخرة. ورد في الحديث الشريف هذا المضمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل ذات يوم منزله فرأى كسرة من الخبز، يعني قطعة من الخبز اليابس على الأرض، بحيث إذا يمر شخص ولا ينتبه يسحق هذه الكسرة. النبي صلى الله عليه وآله انحنى وأخذ هذه الكسرة وقال لزوجته: أكرمي جوار نعم الله فإنها لا تنفر عن قوم فتعود عليهم. كل إنسان الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعم عديدة، إذا أكرم هذه النعم الله يزيده من هذه النعمة ومن غيرها، وإذا كان العكس فربما تنفر النعمة فلا تعود والعياذ بالله، حتى إذا كانت النعمة بمقدار قطعة صغيرة من الخبز اليابس. الإنسان الخبز نعمة من نعم الله، بما يشبع بالطعام ومنه الخبز، قطعة يابسة صغيرة من الخبز هذا مو مهمة، طاحت على الأرض تداس بالأقدام غير منتبه الشخص لأنه غير مهتم بهذا الأمر، يعني ما يعتبر هذه القطعة الصغيرة من الخبز اليابس مورد أهمية. رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يذكر الناس بأن هذه القطعة الصغيرة من الخبز اليابس بما أنها من نعم الله فلها أهمية، لا تداس بالقدم، ترفع. وفي حديث آخر أن الإمام الحسين عليه السلام رأى قطعة في مكان حملها وغسلها وأكلها، وفي حديث آخر أعطى لشخص في مورد آخر وذاك أكلها غسلها وأكلها، الإمام الحسين أعطى له هدية لذلك. هذا مثال. ثم النبي صلى الله عليه وآله يعبر بهذا التعبير جوار نعم الله، يعني نحن نعيش في جوار نعم الله، نعم الله
سبحانه وتعالى كأنما هي الأصل، ونحن نستظل بجوارها، نعيش في جوارها. إذا النعمة زالت عن الإنسان، الإنسان يلقى المصائب، يلقى المشكلات أحياناً بغفلة بسيطة صغيرة عن نعمة تعتبر عند الناس هذه صغيرة، بمثل قطعة صغيرة من الخبز اليابس، هذا تجر المصائب على الإنسان. ولذا ينبغي للمؤمنين للمؤمنات أن ينتبهوا في بيوتهم في موائدهم أنه لا تهان نعمة من نعم الله، كل نعم الله حتى بهذه النسبة. وأنتم المؤمنون والمؤمنات الزوار والزائرات في زيارة شريفة، زيارة عبادة، زيارة طاعة لله تعالى، زيارة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حاولوا أن تعزموا على احترام كل نعم الله، واستعينوا بالله، وتعوذوا بالله من الغفلة عن احترام نعم الله، حتى تكون نعم الله ظاهرة وباطنة جارية على الإنسان مدى الحياة وكذلك في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهذا الالتفات والانتباه ولاحترام نعم الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد الله.